اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج ابيض واسود الواسطه. اليوم نتكلم عن هذا المفهوم او عن هذه الكلمه التي يتحدث الكثير عنها اليوم، سواء كان في التعيين، سواء كان في قضاء حاجه في اي دائره معينه، سواء كان حول مشروع معين. في اغلب الدوائر اليوم المواطن يبحث عن الواسطة، الواسطة بأنواعها، سواء كانت معارف، رشاوى، كثير من القضايا اللي تتعلق وتدخل ضمن الواسطة. راح نتكلم اليوم عن هذه الواسطة، وخاصة في ظل هذه الظروف اللي يعاني منها كثير من الموظفين اليوم، تأخير رواتب، قلة الرواتب، هذه شنو راح تؤدي؟ هل راح تساهم في زيادة مفهوم الواسطة؟ هل راح تؤدي في انتشارها في الأماكن التي ليست بها الواسطة؟ خلينا نشاهد هذا التقرير وبعدين راجعين نناقش هذا الموضوع مع المختص. الواسطة أو المحسوبية انتشرت كالسرطان في المجتمع، خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث هناك شبكة من العلاقات المتشعبة تقوم بدفع من لا يستحق على حساب الآخرين، وأصبحت الكفاءة والعدالة الاجتماعية مفاهيم لا تتناسب مع قانون الواسطة والمحسوبية، مما دعا مختصين للتحذير من مخاطرها وتعطيلها لتكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية. ودور رقابة للمواطن قبل لا يكون الدور المقابل للمسؤول، لأنه هناك بعض الحالات الذي يعلم فيها المواطن والموظف، وبالتالي إذا فسد الموظف والمواطن لم يولق على أي حالة راح يكون هناك كتمان لهذه الحالة مع زيادتها، ولكن بكتمان، لأنه للأسف الموظف مستفيد والمواطن مستفيد لأنه حالته غير قانونية. فأنا أعتقد بأنه مجلس المحافظة كجزء من عمله هو الدور الرقابي، واليوم ما نقوم به ونزولنا إلى دوائر حتى نلغي هذا الموضوع ونلتقي بالناس بشكل مباشر. يعني اللي عنده علاقات بالدولة واسطة يقعد ببيته ويطيف مالات، وهو تجي معاملته للبيت، بس ما عنده لا يظل قاعد هنا أنا أشهر يروح ويرجع كتاب منه وكتابك وموح أنت منه إلا تدفع. يا الله أي أكو ناس موجودة وتقعد ببيتها وشغلها ماشي بالتليفون ماشي، ليش؟ عند الحالة المادية ما انت متمكنة، عنده معارف، عنده واسطات. السوبر أو العادي مصطلح يستخدم في أغلب الدوائر الحكومية، حيث تجد الأول يتمتع بمزايا 5 نجوم لدفعه الأموال من أجل إكمال أوراقه وتقدم على طبق من ذهب، أما الثاني يبقى بين طابور الانتظار للمراجعين، وهذا الأمر يستغرق ربما أشهر، ولم تجد من يسمع صدى لصوته حتى يأس من المراجعات للمطالبة بحقوقه كمواطن عراقي. سوبر بعد انت عندك علم، يعني انه الحالة اللي الحالة المادية جيدة والمعارفة القوية، والإنسان الفقير البسيط يسمونه العادي، غير عادي. والواسطات خالة تمشي، اعطيهم فلوس يسوي لك كفيلك، خذ جنب ما عاد واسط، اجيهم يقول لي روح ما عاد ما كنت شوف تمشي شغل، بس تغث المواطن. ليش؟ انا لازم سيارة هذه يجي قبل يدخل من الباب المواطن ينغث. ابسط شيء ذاك اليوم شفت التقرير بدبي، يعني يدورون راحة المواطن، شوف وين وصل بهم التطور. اجازة السوق بطائرة موجهة صغيرة توصلها من منطقة لمنطقة، واحنا بعدنا لحد الان كتابنا وكتابك، ومن يا حزب وانت من يا عمام وانت من يا عشيرة ومن يا حزب. ان حالات الواسطة والعلاقات الحكومية والحزبية والسياسية باتت تشكل خطر في تطبيق الكثير من القوانين التي سلبت حق المواطن، عكس ما معمول به في أغلب الدول المجاورة التي راعت مبادئ حقوق الإنسان قبل الإنسان وتحقيق الرفاهية للفرد. لبرنامج أبيض وأسود، علي عدنان، البصرة. شكرا للزميل علي عدنان على هذا التقرير. ونرحب الآن بالدكتور عماد الشيخ داود، باحث في مجال دراسات النزاهة. أهلا وسهلا بك دكتور. احنا اليوم نريد نناقش موضوع الواسطة بتفصيلاتها وبأكثر من جانب، حضرتك مختص بهذا الجانب وأعتقد بجوانب أخرى، لكن خلي نحدد بالبداية
لماذا الواسطة؟ طبعا بالنسبة لموضوع الواسطة وما يتبعها من أمور أخرى تدخل كلها تحت صنف واحد من تصانيف الفساد، وهو الفساد الإداري. نعم. اللي يصنف إلى 4 أصناف أساسية يغفل عنها الحقيقة الكثير من الدارسين، هو الفساد الاجتماعي والفساد الاقتصادي والفساد الإداري والمالي، ثم يأتي الفساد السياسي. موضوعة الواسطة هي موضوعة قديمة بقدم التاريخ، معروفة في الأزمنة الغابرة ومعروفة في الوقت الحاضر. قد تكون الواسطة موضوع لا يغيب عن أي مجتمع من المجتمعات. نعم. كل المجتمعات معنية بهذا الموضوع، لكن تختلف من مجتمع إلى آخر. كلما زادت المؤسسية، كلما زاد تنظيم العمل، كلما ارتفعت درجات أخلاقيات المهنة، قل مؤشر الواسطة. أما إذا نسق القيم الاجتماعية يفرض شيء، أخلاقيات المهنة تختلف تنهار، لابد أنه نشهد تفشي الواسطة بل واستشرائها. نعم. طبعا في المجتمعات الشرقية، نعم، وفي مجتمعاتنا العربية بالتحديد هنالك أنساق قيم يجب أن نغفلها. طيب. واحدة من أنساق القيم أنه قضية القرابة وقضية المعرفة وقضية الأخوة، وكل فرد من عندنا محكوم بهذا النسق. نعم. أنت إذا يعني ما تراعي أخوك وابن عمك وقريبك، المجتمع يفرض عليك حكم القاسي، يقول لك هذا متجرد من أهله، متجرد من أسرته. لكن هذا يجب أن نأخذه بحكم أخلاقي آخر، هو أن لا نبتعد عن قضية أنه هذه المراعاة ستأكل من جرف حق مواطن آخر يستحق أن يتمتع بحقوقه كما يستحق هذا القريب. نعم. أن يتمتع بحقوقه. ولذلك دائما تسمع في الحقيقة يقول لك والله كان عندي فلان بس خطيا نقل أو طلع تقاعد، والله لو فلان أقاربي كان بلكي مشالك إياها. نعم. والكل يبحث اليوم يقول طبعًا عندي أريد فلان بفلان وزارة حتى يمشي. بلا شك. حتى سواء كان بالتعيين سواء كان مراجعة، كنا بما فيهم المتحدث. نعم. من تحكمك حتى لن ننزه نفسنا. نعم. ولا نقول إحنا. نعم. مو أبناء هذا المجتمع. من تحكمك الآليات الإدارية الصعبة والمقيتة تتوجه حتى ضمن مؤسستك. نعم. تتوجه. نعم. إلى الواسطة. نعم نعم. طيب. بالتأكيد، لأنه المؤسسية من قل في المرافق العامة. نعم. فطبعا سوف يضطر المواطن إلى أن يلجأ من خلال كلامك في البداية. نعم. هل أنه المواطن يجوز، يعني البعض هو ما يحتاج إلى واسطة أو ما يريد يلجأ إلى الواسطة، لكن الظروف الموجودة الواقع الحالي اللي موجود يفرض عليه أنه يتوجه الواسطة؟ هو سيدي الكريم أصبح مثل العرف للأسف الشديد، وكأنه كل موظف خدمة عامة متهم بأنه هو غير نزيه. نعم. يأخذ واسطة. إذا مرات المعاملة قد يكون بها شيء من الاختلال. نعم. الموظف العام يقدر يمشيها، لكنه طالما استشرى مفهوم الرشوة واستشرى مفهوم الواسطة، وأنت إذا تريد بس نتحدث عن الواسطة ونعزلها عن الرشوة شيء. لا، احنا الواسطة هو جزء هذا. نعم. والمحاباة. نعم. والتدليس. نعم. فالأمر صار مثل العرف الاجتماعي، وكأنه مثل ما تصدر قانون في لتنظيم عمل ما، أصبح هذا شيء يتعارف عليه عند الجميع بأنه أنت ما تقدر تشوف تروح إلى مؤسسة من المؤسسات بدون أن تلقى لك واسطة، لا سيما في الدوائر الخدمية. يعني طيب. بشكل صريح هذا. نقدر قبل أن ندخل بهذا الموضوع نقدر نصنف الواسطة؟
مرة واسطة بواسطة أقارب، مرة بواسطة رشوة. نعم. ممكن أنه تأخذ بالتفسير العلمي لهذا الموضوع. نعم. يعني هو بها المحاباة، بها نعم. استغلال النفوذ، بها قضية دفع الرشوة، والتصنيف هذا أخذت به الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، يعني فسرت الكثير من هذا، وأيضا الدراسات الخاصة بما فيها كل نتاج هيئة النزاهة. نعم. الموضوع أيا كان يعني من أي زاوية تنظر له، هو يعني استغلال المنصب العام لنفع خاص. نعم. والمواطن لا يستطيع أن ينفذ إلا من خلال هذا يعني أن ينتفع الشخص، مرة يسميها واسطة، مرة يسميها رشوة، مرة يسميها إكرامية، مرة نعم. يسميها تسهيل مساعدة. أمر مرات هي الحقيقة. نعم. يعني في يعني عقد الستينيات والسبعينيات من ترسخت المؤسسية في مؤسسات الدولة، وازدادت الرفاهة الاقتصادية لدى المواطن، شهدنا يعني أنه كل الإجراءات تتم بدون الواسطة أو الرشوة. شيئا فشيئا في عقاب الاختلالات اللي صارت بعد عام 1980 بدأت تستشري الواسطة في منتصف الثمانينيات تحديدا. نعم. سبب؟ السبب أنه المجتمع بدأ يعاني من حالة الحروب وحالة تأثير المستوى الاقتصادي. لا، المستوى الاقتصادي ما أعتقد، بس يعني غالبيتها كانت للنجاة بالنفس الحقيقة. في عقاب الحصار الاقتصادي اللي فرضت الأمم المتحدة على العراق، طبعا الدخول ضعفت بلا شك، أنه من تضعف من الدخل لا يوازي العمل، يضطر الموظف العام إلى أنه يعني يجني حصائل وظيفته ومنصبه. نعم. ولذلك استشرت الحالة أكثر. المشكلة الكبيرة اللي يلاحظها الدارس، يمكن كانت الرشوة في عقد التسعينيات يكتفي باكيت من السجائر. نعم. ويكتفي بمبلغ بسيط، مع تصاعد الدخول في عقاب العام 2003 صعدت مبلغ الرشوة، بدأ يصاعد. نعم. وهذا صارت كأنه هذا الدارسين. نعم. يعني نعم. من زملائنا يلاحظ هذا بطريقة الملاحظة، يعني ثلاث طرق للرصد أكو: طريقة الاستبيان، طريقة المقابلة، وطريقة الملاحظة. نعم. بالملاحظة أنت تشوف نفسه هو الشخص اللي كان يرتشي بباكيت من السجائر أو بمبلغ بسيط. نعم. لا يتجاوز 5000 دينار، صار ما يقبل بال100,000 دينار. نعم. أي وباكيت السجائر صار لا يعني لا شيء، من ارتفع دخله من 10 دولارات بالشهر إلى 300 دولار أو 400 دولار بالشهر. نعم. هذه ظاهرة خطيرة يعني كنا. طيب، مو هذا يثير تساؤل. أي. إنه إحنا كل ما نرفع الدخل. نعم. زين هاش نسوي فيه حالة. يعني أنا واحد من الأفراد للأسف. نعم. الشديد كنت أتصور بأنه أو دونت هذا في دراسات، رفع الدخول يقلل من المفروض مستوى الرشوة، لكنه ضعف المؤسسية أدى إلى أنه حالة انهيار المؤسسات، انهيار مؤسسة الدولة بالكامل. نعم. في عقاب العام 2003 وإنشاء يعني إعادة هيكلة مؤسسات الدولة أدى هذا إلى ضعف المؤسسية. طيب. أي. هذا موضوع يعني مهم، هذه. نعم. النقطة مهمة. نعم. نناقشها، لكن بعد ما نشوف بعض الرسوم الكاريكاتيرية التي لها علاقة بالواسطة.
شاهدنا هذا الرسوم الكاريكاتيرية أعتقد شفتها. أي طبعاً، وأنا أحني إجلال إلى كل من يعمل في مجال الدراما وفي مجال الفن نعم. عموماً يعني الحقيقة نعم. هم يوصلون رسالة عميقة الأثر الحقيقة، يمكن أكثر مما يبذل الباحث في بحث العلمي نعم. الرسالة توصل للجمهور ويتلقاها الجميع، ولذلك ينبغي أنه عندما يعني نأخذ في معالجة هذه الظواهر نعم. أن نراعي ما تقول به الدراما وما يقول به الفن عموما. الفن يعني كل من يساهم بفنه نعم. في ويعتبر نعم. هذا جزء نعم. لأنه الفنان هو ضمير المجتمع نعم. مثل ما نعم. يعني الأكاديمي هو ضمير المجتمع. أنا أكو نقطة يمكن آخر كاريكاتير نعم. شاهدنا، هل الواسطة هي القانون أم فوق القانون؟ لا يعني المعنى اللي لا 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 يمكن أن تكون القانون لا لا, نعم. لا الواسطة هو تجاوز القانون. تجاوز طبعا طبعا بال 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 بالسائد اليوم أصبحت فوق القانون؟ لا لا يمكن أن تكون فوق، لا شيء فوق القانون نعم لا شيء فوق القانون، لكن أنت عندما تكون عندك واسطة إلا يعني إلا الإرادة الإلهية. القانون وضعي نعم، لكنه المفروض في الدولة المدنية الحديثة، في دولة دستورها يتحدث عن بناء ديمقراطي نعم. لابد أن يكون القانون هو الأساس في التعامل طيب. في كل شيء. نرجع إلى حيث توقفنا نعم. قبل قليل، إنه الدخل كل ما زاد كل ما هذا يعني شيء هو الغريب، إنه الدخل كل ما يزيد كل ما تزيد يعني أيضا مع هذا الدخل في خلينا نقول العملية يعني شلون نسميها طردية نعم. كل ما يزيد الدخل كل ما تزيد الواسطة ومبلغ الواسطة يزيد نعم. زين إذن النقطة مو بالوضع الاقتصادي، المشكلة مو بالوضع الاقتصادي إذن. لا المشكلة في عقاب العام 2003 في مؤسسية الدولة نعم. في البناء المؤسسي للأسف الشديد. شنو المشكلة يعني؟ المشكلة مشاكل كثيرة نعم. إذا تريد تأخذها من زاوية دراسات الحوكمة نعم، ينبغي أنه أولاً أن تبنى على أسس صحيحة. البناء الديمقراطي لا يبنى إلا على إحصاء سكاني ناجح نعم. وفعال، وإحنا لليوم ما عندنا إحصاء سكاني هذا حتى نحدد المشكلات العامة هذا حتى نقدر نبني سياسات عامة صحيحة. اللي يغفل قضية الإحصاء السكاني ويحصرها في زاوية واحدة ويغفل أهميتها التنموية، هذا رجل يعني الحقيقة معطل للبناء التنموي في الدولة نعم. وينبغي على يعني على كل المؤسسات أن تنبه الرأي العام إلى أهمية الإحصاء السكاني نعم. هذا واحد. حتى نشوف في المؤسسات نقدر نذكر جزء من أهمية الإحصاء السكاني. أي أخي العزيز، حتى يكون واضح حتى تحدد المشكلات العامة نعم. إحنا على سبيل المثال نعم. في مجال التخطيط السياسات الصحية نعم، نحن نحتاج إلى طبيب لكل هالعدد من الأفراد نعم. لكل ألف نسمة نحتاج طبيب، لكل ألف نسمة نحتاج معلم على سبيل المثال. على سبيل المثال فإذا ما موجود هذا الإحصاء، هذا ما موجود راح نبدي نخطط إلى سياسات عشوائية، عشوائية. نعين بشكل عشوائية. لا يتناسب ويا الحاجة الفعلية. يعني إحنا عندنا عدد كبير من متخرجي حملة البكالوريوس، حملة الماجستير وحملة الدكتوراه، والآن في معضلة مو بس بالعراق، في عموم نعم. العالم العربي، في المغرب العربي يطلق عليهم الحائطيون من كثرة وقوفه على الحائط بدون عمل نعم. يعني يعني هذا وهذا جزء من إهدار القدرات. هؤلاء ينبغي تدويرهم وإشراكهم في مؤسسات الدولة وإشراكهم في التنمية نعم. سواء بالمؤسسات العامة أو بالمؤسسات الخاصة أو بالقطاع المختلط طيب. هذا إذا أتى بدون تخطيط طبعا تزدهر الواسطة ويزدهر التعيين العشوائي ويزدهر نعم. هذا مقترن أيضا بإصدار قانون فاعل وتنموي وذو بعد اجتماعي واسع وذو رؤية عصرية، قانون عصري للأحزاب السياسية، قانون عصري للأحزاب السياسية، والآن قانون الأحزاب السياسية قيد المناقشة
وينبغي أن نراعي الأبعاد التنموية لقانون الأحزاب السياسية. هذا أيضا مهم، لأنه الكثير من الأفراد يتحدثون عن تدخلات، مو بس تدخل العشيرة والقرابة والمعارف والنسب، تدخلات نعم تدخلات حزبية. أيضا حزبية في قضايا التعيينات أكيد، وهذه مشكلة كبيرة، مو بس بالتعيينات حتى بكل الأمور، هذه مشكلة كبيرة. وإحنا عندنا ظاهرة أخرى للأسف، أنه كل ما تتغير تجينا دورة انتخابية جديدة وتتغير الحكومة، الملاكات العليا في دوائر الدولة تتغير. نعم، وهذا أيضا ينبغي التنبه إليه، ينبغي مراعاته. يعني الكثير من المؤسسية نفتقدها، ولذلك ترى أنه مؤشر الرشوة أو مؤشر الواسطة أو مؤشر الفساد يتصاعد مع تصاعد زيادة الدخول، إذا أردت تقرنا فقط نعم. بالدخول نعم، احنا راح نقرنا بأكثر من الدخول، وريد نعرف أكثر مشاكل، لكن بعد هذا التقرير. خلينا نشاهد تقرير أرشد. طيب لكم أحبتنا المشاهدين، في تامين واو تسمية يطلقها المجتمع على الواسطة التي أصبحت منتشرة في أغلب الوزارات والدوائر. آراء المواطنين اختلفت حول هذا الموضوع ما بين مؤيد ومعارضة، سنتابع معا تلك الآراء في كلا الجانبين الأبيض والأسود. باعتراف وإقرار الجميع بوجودها والإحساس بخطورتها، إنها آفة الواسطة التي بدأت تتغلغل في المجتمع بمؤسساته التي لم تتخذ أي إجراءات جادة للحد منها، حيث باتت هنالك شبكة من العلاقات المتشعبة تقوم بدفع من لا يستحق على حساب الآخرين. يعني أنا شوف، أنا إذا أروح أقدم يعني مباشرة، يعني بدون لا واسطة ولا شيء، بس إذا شفت السالفة مسدودة أكيد أروح أتجه للواسطة إذا توفرت لي الواسطة، يعني عندي واسطة حتى أتخلص من هاي سالفة يعني الروتين وذني بالضبط. وأبو الواسطة يتعين سواء يعني حتى لو درجتك أعلى من عنده. لا أنا أدور واسطة صراحة، الواسطة لأنه هي يعني شغلة أكثر بها ضمان أكثر، ومثل يعني هو كل شيء بيد الله، واحد يقدم ويشوف، بس أنا أشوف الواسطة شيء أفضل، مضمون أكثر، لأنه ماكو أحد يمشي هسه فشي عادي إلا واسطة، يعني ماكو، هو وضعة البلد هي صارت. وفي ظل انتشار المحسوبيات والفساد والرشاوي في أغلب المجالات، فإن الواسطة أصبحت حديث الشباب لارتباطها بالتعيين وتمشية المعاملات، حتى باتت الواسطة وسيلة لا مفر منها. والله صراحة يعني احنا انفتح باب التعيين في فترة من الفترات اللي هو سنة 2011، وقدمنا أني وأقراني من بقية الزملاء، والحمد لله والشكر صارت عن طريق المفاضلة، وما يعني هاي في الظاهرة إيجابية، يعني نقول نوعا ما نادرة أو محدودة، أي ما دخلت بها أي واسطة، وصار نوع من أنواع المفاضلة، والحمد لله والشكر يعني كل من أخذ حقه وأخذ استحقاقه يعني بهذا، ونتمنى أنه هاي التجربة تتعمم. الواسطة عبارة عن سرقة بتسمية ثانية اللي هي واسطة، فهاي سرقة حقوق المواطنين الآخرين، يمكن أنا ما أستحقها يمكن أكثر ما آخرين يستحقوها من عندنا. سنويا أكو عندنا هيئة العليا المدارس المتميزين تقرر السنة التقديم مش قد إلى مدارس المتميزين، السنة الماضية كانت 93، يقدمون في كل مدرسة 300 400 إلى 500، الطاقة نسميها الطاقة الاستيعابية نستوعب 100 إلى 120 طالب، يوزعون على 4 شعب، اللي ينجحون عندنا أكثر من 200، هنا أجيك على الواسطة، شو نسوي حتى نقضي على دابر الواسطة؟ نسلسل درجاتهم من الأعلى إلى الأدنى ونسميه القطع، نقطع نصل إلى 120 نقطة، ذولا نقبله، تجد اللي مقبول جزء ابن الوزير وابن السياسي، بس أكو أيضا ابن العامل وابن الفلاح وابن المواطن ضمن ذولا، الباقيين تحددهم درجتهم. فهنا حقيقة قضينا، أقدر أقول لك قضينا على جانب الواسطة في مدارس المتميزين. ومن هذا كله يتضح أن الواسطة والمحسوبية أصبحت تشكل ظاهرة متفشية في دوائرنا الحكومية، ويبقى السؤال، ما هي الآلية المناسبة لمكافحتها في مجتمع تعود على الواسطة في كل شيء؟ لبرنامج أبيض وأسود، أرشد الحاكم، قناة الرشيد.
شكرا للزميل أرشد الحاكم على هذا التقرير وعلى هذه اللقطات اللي أعتقد أثارت حفيظتك دكتور. يعني هذه اللقطات أنت برأيك هذا الشباك الصغير وهذا الطريقة التعامل مع المراجعين هذه ما تؤدي إلى إجبارك على اللجوء إلى الواسطة؟ سيدي الكريم، إحنا أساس عملنا في الدولة هو الدستور. نعم. وباب الحقوق والحريات في الدستور كبير، ثم أن هنالك في الدولة العراقية اليوم مفوضية لحقوق الإنسان ووزارة لحقوق الإنسان والعديد من منظمات المجتمع المدني التي ترفع راية حقوق الإنسان. أنا أريد أسأل سؤال واحد بريء جدا. نعم. من منطق المسؤولية الأكاديمية والأدبية إزاء أبناء بلدي، هل يقبل رئيس الدائرة اللي ظهرت أن يوقف على هذا الشباك؟ نعم. هذا ينتهك الكرامة الإنسانية بشكل يعني يجعل الفرد ينفر من أو للوهلة الأولى. والحقيقة المواطن العراقي يوميا في دوامة شكل، يوم دوامة أرقام السيارات راح تجي دوامة جديدة، والمستمسكات الأربعة هذه اللي نعم اللي يمكن وهي فعلا حتى عندما عندما تصدر شهادة وفاته هم لازم يقدم المستمسكات الأربعة. نعم. وهذه المستمسكات الأربعة خطرة جدا، لأنه مستمسك تعريفي بالمواطن ينطيه في كل المجالات. صح. بينما هو يجب أن يحصر، يعني ينبغي أن تتنبه له وزارة الداخلية والوزارات المعنية بالقضايا الأمنية، هذا مستمسك رسمي وين ما يروح صور المستمسكات الأربعة وانطيها. هذا يستغل استغلال آخر، ينبغي أن نذهب إلى شكل آخر من أشكال التعريف بالمواطن. المواطن اليوم الشباك بالنسبة إلى صار مأساة. نعم. أي مزعج، يعني حتى في قضية استلام الرواتب، مشكلة اليوم البصمة في البطاقة الذكية لاستلام الرواتب بالنسبة لكبار السن. نعم. مشكلة كبيرة ينبغي أن يعالجوها، ينبغي أن يجدولها حلول، لأنه إذا توقف الراتب يبقى هذا المسكين 4-5 أشهر ما عنده راتب، ما عنده دخل، مهما يكون أستاذ جامعة، متقاعد، رعاية اجتماعية، هو دخله. كل الحالات هو دخله، يحتاج دخله، هذا جهده. والإنسان يعني ما يضر شيء في الحياة ولا شيء يجعله أن يقف إلى الضد. نعم. إلا قضية دخله وقضية مورد المالي. أكيد. وعائد الاقتصادي. طيب. فقضية أنه إحنا دائما مكان النافذة الواحدة نجعل نوافذ مثل هذه، ومرات يترك يجي أقارب يترك الشباك ويخليهم واقفين. نعم. أو مرات يجي اتصال، هذه مو طريقة. نعم. سليمة ينبغي. نعم. أن نثبت هذا الاتصال اللي 10 دقائق ربع ساعة إلى طريقة. نعم. أكثر علمية، الحديث عن الحكومة الإلكترونية طويل، ويمكن أحد الأخوان بالتقرير الأول تحدث عن. نعم. قرننا بدولة مجاورة، يعني العراق أسهم في إنشائها لهذه الدولة وكان يقرضها في عقد الستينيات. نعم. إيه. نعم. لكنه الآن هي دولة يعني نجحت في كثير، سواء بأبناء بلدها أو باستخدام الخبرات. نعم. إيه. ونحن بلد لا يفتقر إلى الخبرات، موجودة. إيه. الخبرات. فالحقيقة ينبغي أن نذهب إلى قضايا التطور التكنولوجي، ممكن أي مواطن يتابع معاملته من بيته عبر الكمبيوتر. هذا موجود. إيه. ليش الفيزا للدول المتقدمة؟ نعم. يكملها من بيته ويدفع من بيته، لكن أي معاملة بسيطة داخل الدولة. نعم. لازم يروح ويراجع ويقدم المستمسكات الأربعة، وهذه عائق كبير، يعني يثقل كاهل المواطن الحقيقة، وينبغي للمؤسسات ذات العلاقة أن تعيد التفكير به. طيب هسه احنا المشاكل عددنا كثير منها. نعم. لكن أكو هناك مشاكل أخرى. نعم. ما ذكرناها. نعم. شنو هي؟ والله المشاكل الخاصة بموضوع الواسطة والرشوة. نعم. عديدة، يعني تعود أيضا إلى قضية التنشئة يعني شفت تلميذة متخرجة أو على أبواب التخرج. نعم.
جاوبت الأخ المراسل قالت له لا أني أدور واسطة. نعم. فهي خلت بالها أنه بالواسطة عن واسطة حتى تتعين. نعم. حتى تلقى لها مكان. هو أصلا إحنا شاهدنا بالتقرير أنه الطالب على مود يدرس يدخل بواسطة، على مود يدرس يدخل بواسطة. هذه مشكلة أخرى. هذه. نعم. مشكلة الأصل في برأيي المتواضع، الأصل في العملية التربوية هي المساواة وليس العدالة. نعم. المساواة. نعم. لكن أن كل طالب يأخذ حقه من التعليم، وهذه مسؤولية الدولة. زين، إذا هو طالب يسموه متميز بالواسطة؟ لا لا، أبا متميز بالواسطة ماكو. متميز بالواسطة، المعيار هو ثقل الدرجة. نعم. أي. لكنه الحقيقة حتى قضية أنه المفروض اللي في مدارس المتميزين وفي يعني صار الحديث عن مدارس المتميزين، هذا حقك كمواطن سواء كان في مدارس المتميزين أو خارج مدارس المتميزين أن ينال المعرفة من كل أبوابها. ما يصير إحنا نهتم بس بالتلميذ المتميز. نعم. يعني هذا راح يصير تمييز والتمييز هذا يعني مشكلة كبيرة تعارض عدم مساواة، تعارض مبادئ حقوق الإنسان. نعم. أي أنا لا أقول بأنه لا نهتم بالطالب المتميز، لا، من حقنا أن نهتم به ونرعاه لأنه هذا استثمار في رأس المال الفكري. نعم. أي. لكنه ينبغي أيضا أن نهتم بالطالب الآخر. نعم. شنو ذنب هذا الطالب الآخر اللي من المشكلات الكبيرة. نعم. اللي يعاني منها الطلبة الآن. أي. وهذه أيضا تدخل في باب اللجوء الكثير من الأهالي إلى مدارس الأهلية، يأخذون أبنائهم إلى المدارس الأهلية، هو مو. نعم. جراء مستوى التعليم، لكن جراء ضعف الخدمات. نعم. أي. لا سيما الخدمات الصحية في المدارس. نعم. أي. يعني هذول أطفال يحتاجون إلى الخدمات الصحية. نعم. يحتاجون إلى استخدام الحمامات، وغالبا ما نجد الحمامات في المدارس مغلقة أو غير، وهذا هذا كان موضوعنا طبعا، شكل من أشكال الفساد. هذا كان موضوعنا بالحلقة السابقة، شكل من أشكال الفساد ينبغي أن تتنبه إليه، وينبغي أنه كل مؤسسة تربوية أن تهتم بهذا، كما لأنه هذا عامل الصحة والجسم العقل السليم في الجسم السليم. نعم. طيب إحنا الآن عرفنا كثير من المشاكل. نعم. لكن العراق اليوم يمر بأزمة. نعم. أزمة اقتصادية، هذه الأزمة أكيد تأثر على الموظف اللي يوم يتأخر راتبه ويوم يقولون يسمع أنه راح يقل الراتب، وأكو كثير من الدوائر وأعتقد الأغلب أنه تأخرت الرواتب عنها. نعم. وأحتمال مشاكل أخرى، راح هذه المشاكل الاقتصادية إيش قد راح تساهم في رفع نسبة الواسطة والرشوة في ظل هذا الجواب أريده بعد ما نشوف هذا التقرير. خلينا نشاهد هذا التقرير مشاهدينا الكرام. تعرف بالواسطة مرض كان وما زال يستشري في جسد المؤسسات الحكومية، والتي ألقت بثقلها بشكل واضح وكبير بعد عام 2003، حيث بدأت هذه الظاهرة بالاستفحال والنمو نتيجة للظروف التي يعيشها البلد، ومنها سوء الأوضاع الأمنية والتذبذب في المستوى المعيشي للمواطن العراقي الناتج من تخلخل الاقتصاد العراقي، إضافة إلى ظهور نظام سياسي جديد في البلاد. قيمة المحسوبية والمنسوبية تؤدي بالدرجة الأساس أولا إلى عدم الثقة واهتزاز الثقة ما بين المواطن وما بين الدولة، هذه من ناحية. والناحية الثانية تجعل هذا المواطن يحس بإرباك شديد اتجاه القوانين، يعني هل لدى المحسوبية والمنسوبية أقوى أم من أن تكون قوانين معترف بها للتأثير على مجريات الحياة، تهميش الآخرين وتفضيل الناس اللي عندهم مكان بالدوائر، مثلا الأحزاب اللي عنده قرايبه من حزبه بمنطقته
علاقات، موضوع الانتخابات، مو هذا يكون مفضل. والناس اللي بسطاء ما عندها مجال او ما عندها قدم بهالموقع هذا. شفت لك انت ابن الفقير تعين سفير، شفت لك ابن الفقير تعين خارج العراق، تعين فراش، مو كلها محسوبية منسوبية. يعني تريدني الا اقول لك الواسطة على قلبك ما يباريد؟ مو كل ولد المسؤولين المتعينين، مو كل ولد المسؤولين بالسفارات. وللمحسوبية وجهان، الأول إيجابي حيث يمكن أن يتجه بها الطرف المستفيد نحو نيل حقوقه وإطلاق مهاراته وخبرته للصالح العام، أما الوجه الآخر فهو سلبي بلا شك بسبب استحواذ البعض على حقوق الآخرين. هناك الكثير من الحقوق ستضيع، و هناك الكثير من الأشخاص سيصعدون إلى مراكز لا يستحقونها بواسطة هذا الشيء المقيت هو الواسطة. نجد مجتمع من الممكن أنه يرتقي الإنسان بما يمتلك من مؤهلات، بما يمتلك من أشياء يقدر أنه ينطلق بها نحو الأفضل دون الاستعانة بأشخاص معينين. لا بأس أنه تكون الواسطة من أجل إرجاع الحقوق إلى مستحقيها. أنا أعتقد أنه هاي النظرة الإيجابية إلى الواسطة، ولكن دون النظرة السلبية. الواسطات واردة هنا عندنا بأي مكان. بالنسبة للتعيين، التعيين مال المدرسين والمدرسات عدد قليل، دا يجيبون أهل الواسطات وأهل الأقارب دا يخلوهم زين. الخريجين صارهم 3 سنوات قاعدين، مدرسين مدرسات معلمين معلمات قاعدين بدون تعيين. يضطر واحد يوسط هذا المحسوبية والأقارب، وهذا قرايب الوزير، وهذا قرايب المدير، وهذا قرايب مدير الفلاني. هذا الإرهاب بعين هذا، لأنه هو من سلب حقي، موتني من أجل أن يعيش غيره على مود أنه يسترزق من أجلهن. هاي الظاهرة موجودة وإحنا ضد هاي الظاهرة. ومن النتائج الأكيدة للمحسوبية ظهور طبقة وشريحة جديدة تعتاش على الأموال المستحصلة منها، والتي تركت أثرا سلبيا واضحا في نمو واستشراء ظاهرة الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية. بين الحق والباطل 4 أصابع، وبين المحسوبية والفساد شعرة واحدة، ولكن من يستطيع أن يقطعها ينقذ الجميع من آلامها ومرضها. لبرنامج أبيض وأسود، طارق الخفاجي، كربلاء. شكرا للزميل طارق الخفاجي على هذا التقرير. أعتقد شاهدة هذا التقرير، لكن قبل أن نناقش اللي ما موجود في التقرير خلينا نرجع سؤالنا قبل التقرير، أنه تأثيرات اليوم الوضع الاقتصادي اللي صار، اللي يعاني من عنده العراق بشكل عام والموظف بشكل خاص، وما يأثر على زيادة نسبة الواسطة والرشاوة. طبعا إلى حد اليوم، نعم، الحقيقة التطمينات الحكومية أنه لا تخفيض في رواتب الموظفين. نعم. ربما آلية توفير السيولة النقدية تأخر الراتب 10 أيام أو 8 أيام، لكنه هذا يعني لا يفهم على أنه الراتب راح يصير على مقدار 40 يوم عمل، لا، هو الراتب راح يبقى على 30 يوم عمل. لا، احنا اذا اجينا خلي ما نكون دبلوماسيين. لا قبل لا اسال هذا السؤال. نعم. انا ما جبت من فراغ. نعم. رحت الدوائر وسالت. سالت. نعم. وشفت. نعم. انه اكو مو بس 40 يوم، اكو 50 يوم. 50 يوم. وما. نعم. تعوضت. نعم. احكي لك مو بس هذا الشهر. نعم. يعني الاشهر السابقه وما تعوضت هذه الايام. اذا لم يعني يحدث. نعم. فيها تعويض، هذا يعني حق الموظف. نعم. على الدوله. والبعض اللي شاهدته حتى تكون معلومه عندك. نعم. اللي بعض الدوائر طبعا اللي عندها مشاريع، وهاي مشكله هم كبيره جدا، انه. نعم. مشروع يقولوا لهم انه مثلا خلينا نسوي بين اسبوع واسبوع تشتغلون، هذا الاسبوع اشتغلوا المشروع، الاسبوع الاخر اخذوا عطله، حتى هذه ما ينحسب لهم. اين حسب اجر زين؟ هذا. نعم. هاش قد راح يساهم بتاخير المشروع وقد هذا طبعا المشاكل الجراد في انهيار التنميه. نعم. في انهيار التنميه. نعم. حتى تكون عندك هذه الحقيقه. ينبغي انه يعني نخلي معادله امام اعيننا. نعم. انه اي اختلال في تقديم الخدمه العامه باي مجال من المجالات سيؤدي الى اختلال التنميه، هذا. نعم. يجب أن ننتبه إليه. والأجر معروف
يعني هنالك قول أنه الأجر على قدر المشقة. نعم. والأجر في كل أشكاله، الأجر سواء كان أجر ديني، أجر مادي، نعم، أي أجر من الأجور. لذلك الفرد عندما يعمل ولا يتلقى أجر من وراء عمله يشعر بالإحباط. أي هذا راح يخلي الثقة عنده مهزوزة بقدرة الدولة على السداد. نعم. ولذلك راح يصير عنده مؤشر آخر، يمكن إذا تسأل بي الأخوان من المتخصصين في علم النفس، نعم، يجاوبون أفضل مني في هذا الممار. نعم. أنه ربما أنه الاختراف من المال العام أو جني ثمار المنصب اليوم راح يفيده في الأيام القابلة التي قد لا تستطيع الدولة أن تدفع فيها الأجور على أساس مبدأ القرش الأبيض ينفع. نعم. في اليوم الأسود. نعم. كأنه تخزين يعني. وهذا هذه المشكلة، أنه دائما هذا المفهوم صار سائد الحقيقة، أنه إحنا نحتاج أنه اليوم أنا في هذا المكان خليني أستفيد بأكبر قدر ممكن، لأن احتمال باكر ما لأن احتمال أني باكر ما موجود، وهذا سيؤدي إلى انهيار مفهوم أنه الحصائل الموجودة يجب أن تكون لخير الجيل الحالي والأجيال القابلة واستدامة الموارد. نعم. استدامة الموارد مو بس حقنا نحن في الحياة، حقنا وحق الأجيال القابلة أيضا، لأنه الأجيال القادمة راح تسألنا أين أخذنا هذه الموارد وإلى وفي أي الأبواب صرفناها. لابد. البعض. نعم. البعض الآن ذكر أنه مرات الواسطة هي لإرجاع الحقوق، شنو رأيك بهذه الكلمة؟ يعني أنا أستخدم واسطة لأني هذا حقي ما أقدر أخذه إلا بالواسطة. شوف أستاذ بلال، هي الواسطة تزدهر والرشوة تزدهر عندما يقوم صاحب المنصب أيا كان منصبه، سواء نعم، منصب بسيط إداري أو بسيط أو نعم، منصب عام، عندما يترك القانون ويلجأ إلى السلطة التقديرية يجعل من نفسه هو صاحب السلطة التقديرية، ولذلك تزدهر. وهذا الحقيقة يعني أنه السلطة التقديرية يزدهر بها الفساد مفهوم خضع لنقاش طويل أسهم فيه السيد رئيس مجلس شورى الدولة الأسبق. نعم. أي هو طبعا هو خبرة القانونية الكبيرة، وتناقشنا كثيرا الحقيقة معه حول يعني قضية السلطة التقديرية وكيف السلطة التقديرية تسهم في زيادة معدل الرشوة وزيادة معدل الفساد. موظف بسيط في دائرة من الدوائر يجعل من نفسه هو القانون. نعم. أي يشمر المعاملة على المواطن، أي يقول له روح تعال باكر أنا تعبت. أي مرات حتى الدوائر العدلية دوائر الكتاب العدول. نعم. تستخدم نفس الآلية. أي وكاتب عدل يشوف الفرد من خلال الشباك ويبصمه من خلال الشباك، يعني هذا بنص قرآني. فكيف هذا الأمر؟ يعني للأسف إحنا نقدر يعني أنه نسهل من هذه الأمور من التعقيدات الروتينية. نعم. نفككها، نزيد المنافذ، ممكن أنه نستخدم الوسائل التكنولوجية كما أسلفنا. الشيء الآخر اللي ينبغي أن نتنبه إليه وأن نعيد لفت العناية إليه، أنه هنالك عندنا مجلس الخدمة الاتحادي، هذا اللي نعم، اللي يجب أن يرى النور، يجب أن يرى النور وبقوة، لأنه هذا اللي راح يضبط نغمة التعيينات ونغمة نغمة الحاجة إلى الكفايات في مؤسسات الدولة. وهذا كان معمول به، يعني وزارة التخطيط كانت دائرة الموارد البشرية أعتقد نعم، تعين جميع الخريجين في دوائر الدولة بدون أن يلجأ لا إلى الواسطة ولا إلى المحسوبية. يعني قبل أن يتخرج كنا نعم، نملأ استمارات في جيبها وزارة التخطيط، وهذه الاستمارة على أساسها وعلى أساس معدلها وما تكون بشكل عشوائي حسب الحاجة، بشكل عشوائي وأيضا مقرونة. جزء اليوم مناطق بها كثافة ومناطق بها قلة. نعم. ومناطق نعم، يعني حسب الحاجة ينبغي أن تكون حسب حاجة طيب، الدولة. احنا نريد نعرف الآن بعد ما تعرفنا على كثير من المشاكل نعم، نريد نعرف من الرقيب. والله
كل إنسان يجب أن يكون هو الرقيب. نعم. كل مواطن صالح يجب أن يكون هو الرقيب. إذا أردنا نحدد اليوم الرقيب الأول على هذه القضية، الرقابة أشكال. نعم. إذا أردنا نأخذها بمفهومها المؤسسي، نعم، هنالك الرقابة الإدارية اللي موجودة داخل المؤسسة. طيب. اللي يعني وهنالك الآن عندنا مؤسسة رقابية داخل كل وزارة هي دائرة المفتش العام. نعم. كذلك بشكل كبير السلطة التشريعية هي مسؤولة عن مراقبة السلطة التنفيذية. طيب. المؤسسات الخاصة بالنزاهة، نعم، أيضا لها دور في مكافحة الفساد، لكن ينبغي أن نعرف أنه هذه المؤسسات يعني سواء دوائر المفتش العام أو هيئة النزاهة بها ملاكات محددة. نعم. أي إذا استشرت الظاهرة لا تستطيع طاقة هذه الملاكات أن تضبط كل هذه. فضلاً عن هذا، زين، منظمات أكو مشكلة بالرقابة، أكو مشكلة بالرقابة أنه حتى إذا رجعنا يعني مثلاً حتى يكون مفهوم السؤال، هذا السؤال الأخير طبعاً، اليوم شفنا هذه النوافذ الصغيرة، جزء الرقيب عنده هذه مو مشكلة يعني أنه هذه النافذة، أكو مشكلة بهالقضية بصلب الرقابة؟ الرقيب لازم يكون الرقيب ملم بقضية حقوق قضية الإنسان، الخطية. نعم. وقضية هذا صاحب عائلة على حساب المواطن العام وعلى حساب الخدمة العامة. نعم. هذه صعبة. أنا ما أقول أنا من أنصار مكافحة الفساد يأتي بالإصلاح. نعم. يأتي على شكل سلس لين، ما يأتي بالعقوبة. خلي تكون واضحة الفكرة. يعني عندما تخرج أي شخص متهم بالفساد من منصبه، ربما من يأتي خلفه وهو يأتي يعني وكأنه هو النزيه الأول، نعم، ربما سيستخدم كل الوسائل التي تجنب أخطاء سلفه، وبالتالي هو يزداد فساد. نعم. لذلك يعني آلية الحد من الفساد، آليات الحد من الفساد اليوم أخذت مناحي أخرى غير بس فقط قضية العقوبة وقضية يعني الاختصاص. الدكتور عماد الشيخ داود، الباحث في مجال دراسات النزاهة، وانت عندك كثير من الصفات لكن ما حبيت تذكرها. شكرك. شكرا جزيلا اليوم لحضورك ويانا، وشكرا على هذه المعلومات القيمة اليوم اللي طرحتها بهذه الحلقة. أشكرك جزيلا. أشكر أخوة المراسلين وأشكر الجمهور. شكراً لك. أشكرك. مشاهدينا الكرام، الواسطة بكل حالاتها المفروض تكون مرفوضة، لكن احنا نأمل أنه تكون هذه الدوائر الدولة اليوم اللي موجودة، أكو بعض الدوائر طبعاً قليلة بها الواسطة، لكن بعض الآخر طبعاً احنا ما ذكرنا أسماء حتى ما يزعلون علينا، بس يجوز في حلقات أخرى راح نذكر أسماء وراح نظهر وثائق. في أمان الله.